هنبدأ هلا بشابتر 5 بقلبه. أول بارت هي سيبريشن. أوكي، هلا كل اللي حنبلش فيه اخدينه اوريدي قبل باللكتشر تبع السيبريشن. أوكي، سيبريشن اوف توبولوجيكال سبيسز، أول ديفينيشن. أوكي، اخدينا بالبيج 21، قال الأكس هو توبولوجيكال سبيس. بسمي الأكس كولموجوروف أو تي زيرو سبيس إذا أي تو ديستانكت بوينتس أكس واي. اوكي، بقدر لقي نيبرهود اوكي لواحد بس ما بيحوي الثاني، يعني يا اما بقدر لقي نيبرهود في للاكس الواي منها موجوده فيه، او بقدر لقي نيبرهود دبليو للواي الاكس منها موجوده فيه. اوكي، فاذا هيدي هي الرسمه، في اور بيناتهم. اوكي، هلا عم عيد الديفينيشن بس لحتى اخذ هالبروبوزيشن. اوكي، هن عباره عن ايكوفالنس للتي زيرو سبيس. تي زيرو سبيس بتقول لي اذا هي الاكس توبولوجيكال سبيس بسميه تي زيرو، اذا اي اثنين ديستانكت بوينتس بقدر لقي اوبن بيحوي اكس الواي منها فيه، او او واي بيحوي الواي اوكي وما بيحوي اكس. فاذا هي بس الديفينيشن بين النيبر هود واوبن، هذه اكيد الايكوفالنس كثير سهله اني برهنها، هي ايفيدنت. هلا تالت بارت او تالت ايكوفالنس، قال اي اثنين بوينتس ديستانت يا الاكس منا موجوده بالكلوجر تبع السنجلتون واي، او الواي منا موجوده بالكلوجر تبع السنجلتون اكس. اوكي، فاذا اكيد ال1 وال2 هن ايكوفالنت، بدي برهن ان الايكوفالنس بين ال1 وال3. حاخذ اثنين ديستانكت بوينتس اوكي حسب الديفينيشن 1. اوكي، حسب الديفينيشن بما انه هي تي زيرو سبيس، فاذا يا اما في عندي في نيبرهود للاكس ما بيحوي واي، او في عندي دبليو نيبرهود للواي ما بيحوي اكس. ماشي، طيب صار شو معناتها؟ بما انه الواي ما موجوده بفي، معناتها في انتر سنجلتون واي هي ايكوال لفاي، او الاكس ما موجوده بدبليو، معناتها دبليو انتر سنجلتون اكس هي ايكوال لفاي. فاذا يا عندي هاي يا عندي هاي. طيب شو معناتها انا في عندي في اوكي هو نيبرهود للاكس، وبشكل انه الانترسكشن مع الدبليو مع الواي بالاحرى ايكوال لفاي. شو معناتها؟ معناتها الاكس منا موجوده بالكلوجر تبع واي. ليش؟ لانه لو كانت موجوده هون كان لازم لازم هالانترسكشن هاي تكون ديفرنت من فاي. ماشي، طيب فاذا ونفس الشيء هون. هلا الريسيبروكال هي برجع بنفس الخطوات، يعني ما في شيء اكتبه جديد. طيب تاني ديفينيشن، اكس بسميه اكسسبل اور تي 1 سبيس، قال اي اثنين ديستانكت بوينتس اكس واي بقدر لقي في وكمان واي دبليو. اوكي، بقدر لقي في نيبرهود للاكس واي، ودبليو هو نيبرهود للواي، بشكل انه يكون الواي منا موجوده بفي والاكس منا موجوده بدبليو. اوكي، فاذا ما بيهمني ابدا اذا كان الانترسكشن تبعهم ايكوال لفاي ولا لا. اوكي، كمان مثل مني رسمها بالرسمي، بس هون يعني اللي كاتبه كنت قبل اوكي اور، هون الاور هون بيناتهم في واي في اند. اوكي، في بيناتهم في اند. طيب بروبوزيشن بتقول لي انه اذا كان اكسسبل او تي 1 سبيس، اوكي نفس الشيء بالنسبه للاوبن، اوكي نفس الديفينيشن، بشيل النيبرهود بحط اوبن، كمان هذه كثير هينه. تاني تالت بروبرتي انه السنجلتون اكس بيطلع كلوزد. اوكي، هذه برهنها باكسرسايز نحن، انه اذا كان عندي اي تي 1 فاي سنجلتون بيطلع كلوزد. رابع بروبرتي بتقول لي الانترسكشن لكل النيبرهودز تبعوت الاكس بيطلع السنجلتون اكس. اوكي، نحن هذه شايفينها قبل بالمتريك سبيس. المتريك سبيس بعرف انه الانترسكشن لكل النيبرهودز بيطلع السنجلتون. اوكي، كمان مرقت معنا قبل. الشغله الخامسه، قال اذا كان الاكس والواي هن ديستانت فالاكس منا موجوده بالكلوجر تبع الواي السنجلتون واي، والواي منا موجوده بالكلوجر تبع السنجلتون اكس. اوكي، فاذا ال1 وال2 ال1 وال2 هو بس الـ يعني عم بعمل نيبرهود واوبن، فهذه هيني. ال2 وال3 مبرهنه اوكي باكسرسايز 4 اوكي بشابتر 1. فاذا ال2 وال3 مبرهنه، ضل علي بس ال1 مع ال4. اوكي، ال1 يعني الايكوفالنس بين 1 4 و 1 5. طيب هلا الايكوفالنس بين 1 و 4 شو بدي برهن؟ اذا كان هو تي 1
بدي برهن انه هالانترسكشن ايكوال لسنجلتون. طيب حاخذ انا اكس، اوكي حاخذ اكس، شوفوا كيف بدي برهنها، حثبت اكس موجوده باكس، حاخذ واي ديفرنت من اكس. اوكي هلا بما انه هن ديستنكت بوينتس وتي 1 معناتها بقدر لاقي في، اوكي بقدر لاقي في نيبرهود للاكس، الواي منا بقلبها، هذه تي 1 ديفينيشن. اوكي طيب اذا الواي منا موجوده بقلب في، بقلب هالنيبرهود تبع اكس، معناتها الواي منا موجوده بالانترسكشن، هيدا فور اول واي. فاذا لكل شيء في واي، اوكي دائما الواي منا موجوده بهالانترسكشن، معناتها شو الانترسكشن هو ايكوال بس ل اكس. ليش؟ لانه اكيد الاكس هني موجوده بكل شيء في نيبرهود. اوكي الاكس موجوده بكل شيء في نيبرهود، وكل شيء في واي ديفرنت من اكس منا موجوده، فصار الانترسكشن هو بس ايكوال لسنجلتون اكس. طيب بالرجعه حاخذ اكس واي ديستانت، اوكي وانا اللي معي باي هايبوثيسس انه بس السنجلتون اكس هي الانترسكشن للفي، اوكي والواي كمان هي انترسكشن للدبليو. اوكي فاذا لكل اكس وواي، اوكي انا بعرف انه الاكس هي الانترسكشن لكل النيبرهود تبع اكس، والواي هي الانترسكشن لكل النيبرهود تبع الواي. طيب معناتها الواي منها موجوده بالانترسكشن للفي، والاكس منها موجوده بالانترسكشن للدبليو اكيد. اوكي طيب لانه ديستانت، بما انه الواي منها موجوده هون، منها موجوده بالانترسكشن، معناتها في واحد الواي منها موجوده فيه، والاكس منها موجوده بالانترسكشن تبع الدبليو، معناتها في دبليو الاكس منها موجوده فيه. ما هي هي الديفينيشن، هاي هي الديفينيشن للتي 1. اوكي هلا ال1 وال5 كثير سهله، هي نفس الشيء اللي عملته قبل، بس بين بعمل هوني اور بحط اند، يعني اور 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 بحط اند اند اند، لانه الديفينيشن هي نفس التي 1 هي نفس التي 0 بس محل الاور فيه اند. اوكي فاذا نفس الديفينيشن بالضبط او نفس الارجمنت. طيب اخر ديفينيشن اخذنا قبل هي الهوسدورف، اكس بسميه هوسدورف او تي 2 سبيس، اوكي او سيبريتد سبيس كمان. قال اذا اي اكس واي، اوكي بقدر لاقي اثنين نيبرهودز للاكس وللواي، اوكي بشكل الانترسكشن تبعهم ايكوال لفاي. اوكي فاذا بقدر لاقي نيبرهود للاكس ونيبرهود للواي بشكل انترسكشن للفي والدبليو ايكوال لفاي، فاذا هيدي بسميها separated space. نفس الشيء بالنسبه للopen sets، اوكي بقدر لاقي اثنين open sets بيحوي اكس بيحوي واي الانترسكشن تبعهم ايكوال لفاي، الانترسكشن للنيبرهودز ايكوال للسنجلتون اكس. بس هون انا زدت انه لازم يكون يعني في عندي one property in addition، انه لازم يكونوا كمان closed. اوكي الدياجونال closed، انا برهن انه قبل separated space هيدا الدياجونال هو closed بالproduct space برهنا قبل. اوكي فاذا شو بدي برهن هلا ال1 وال2، يعني اني انطلق من neighborhood واوصل لopen، هيدي evident. ال1 وال4، ال1 وال4 برهنا قبل، اوكي مرقه معي باللكتشر. اوكي diagonal اللي بيطلع closed. هلا علي بس شوف ال1 لل3. اوكي فاذا الx نفس الارجمنت قبل، اوكي حاخذ اكس اليمنت ثابت باكس، لكل شيء في واي ديفرنت من اكس، اوكي بما انه ديستانكت وانا معي تي 2، فبقدر لاقي في نيبرهود للاكس، بقدر لاقي دبليو نيبرهود للواي بشكل الانترسكشن تبعهم ايكوال لفاي. شو معناتها انترسكشن تبعهم ايكوال لفاي؟ او بما انه انا في عندي اثنين نيبرهودز، اوكي فيني استعمل كمان ثاني بروبرتي، بما انه ال1 وال2 برهنتهم، بقدر لاقي اوبن بيحوي اكس واوبن بيحوي واي، اوكي اثنيناتهم موجودين بقلب في و... اوكي يعني هلا كمان فيني ما استعملته، يعني بما انه هذا نيبرهود، اوكي في اوبن نيبرهود للاكس، ففي اوبن او اكس، اوكي بيحوي اكس موجود بقلب الفي، والدبليو نفس الشيء، في اوبن او واي بيحوي واي موجود بالدبليو، والانترسكشن تبعهم ايكوال لفاي. ماشي طيب ليش عم بستعمل الاوبن سيتس؟ لانه الكومبلمنت لكل اوبن هو كلوزد. اوكي فاذا الانترسكشن او اكس انتر او واي ايكوال لفاي، ما هيك معناتها الاو اكس صار انكلود وين؟ هو سبست من الكومبلمنت للاو واي، هيك الاو واي هي اوبن، الكومبلمنت تبعها كلوزد. طيب الاو اكس هو نيبرهود للاكس، كل شيء اكبر منه كمان بيكون نيبرهود للاكس، فاذا الاكس الكومبلمنت تبع الاو واي، اوكي اكس الا الاو واي هو كومبلمنت للاو واي بيحوي او اكس، معناتها هو نيبرهود للاكس. طيب
واكيد بما انه الواي موجوده ب او واي معناتها منا موجوده بهالكومبلمنت، فصار انا عندي الواي منا موجوده بهالنيبرهود للاكس واللي هو كلوزد. اوكي، فاذا هيدا نيبرهود للاكس، نيبرهود للاكس وكلوزد، والواي منا موجوده فيه، فالواي صارت منا موجوده بالانترسكشن للفي في كلوزد. ماشي. طيب هلا اذا نفس الطريقه كمان حاخذ اكس واي اثنين ديستنكت بوينتس، اكس منا موجوده اكيد بالسنجلتون واي، اوكي، واللي هو باي هايبوثيسيس ايكوال لكل الانترسكشن دبليو دبليو كلوزد. نفس الشيء الواي منا موجوده بالسنجلتون اكس، اوكي، اللي هو انترسكشن باي هايبوثيسيس للفي، والفي كلوزد. اوكي، كل شيء في نيبرهود كلوزد. طيب شو معناتها الاكس منا موجوده بالانترسكشن؟ معناتها بقدر لاقي دبليو، اوكي، هو نيبرهود للواي الكلوزد، والاكس منا موجوده فيه. معناتها اذا الاكس منا موجوده فيه، الاكس موجوده بالكومبلمنت وهو كلوزد، الكومبلمنت لكلوزد هو اوبن، فصارت الاكس موجوده بهيدا الاوبن. اوكي، طيب هالكومبلمنت هيدا، اوكي، بيحوي اكس وهو اوبن، صار شو؟ صار عباره عن نيبرهود للاكس. اوكي، لانه اوبن وبيحوي اكس. طيب هيدا اوبن وبيحوي اكس، اوكي، فاذا هو نيبرهود للاكس. اوكي، الانترسكشن مع الدبليو، والدبليو هي كمان نيبرهود للواي. اوكي، نيبرهود للواي، صرت انا قدرت لاقي نيبرهود للاكس ونيبرهود للواي، والانترسكشن تبعهم ديفرنت ايكوال لفاي، معناتها هي تي 2 سبيس. هلا بس هالريمارك حوقف عندها، انه اني سيبريتد سبيس تي 2 بيطلع تي 1. اوكي، كمان نحن نرقى معنا قبل، واي تي 1 اكسسبل سبيس هو كولموغوروف، هو تي 0 سبيس. ماشي.